نطلب من المتسابقة واللي تمثل ديالة فلتتفضل مشكورة. داوالا كانديدي ديالة دكين كابيتا سرشانو تفضلي. الله بالخير. الله بالخير. شانت أنا تمام. أنت احكي لي عن معنوياتك شلون؟ معنوياتي يعني أكيد خايفة بس بنفس الوقت فرحانة قلتلك، لأنه اليوم إحنا طالعين بشيء كلش مميز، نمثل العراق إن شاء الله باشر عقبة برا، فهذا حدث مميز، ملكة جمال العراق، ورغم الظروف اللي هنا أكو، رغم الصعوبات، رغم كل شيء، إحنا بعدنا الحضارة موجودة بالعراق، التراث بعدها باقية، شوفناكم الأزياء، فكل شيء عراق حلوة، بيها أشياء جميلة جدا، وأني من ديالة. شكراً لكم. من أصول كردية. تربت شنو ترعرع. صير عادي من القلق والتوتر. سيما أريد أسألك، يعني أكثر موقف صادفك بهذه المسابقة، سواء موقف طريف أو محزن ما ممكن تنسيه، يعني أكيد جميع الحضور والمشاهدين أيضاً عندهم نوع من الفضول، حابين يعرفون شنو الأمور اللي صارت وياكم، أكيد هواية تفاصيل واجهتكم، عقوبات، معوقات، فاحكينا عنها. أشياء حلوة والله، يعني واحدة من الأشياء، أول يوم من جينا لبغداد، صديقتي اللي وياي بالغرفة ما عايشة هي ببغداد، كلش خايفة، وإحنا الشباك شوية مفتوح، تسمعون صوت الهواء من يدخل يسر، فقلت لها رندي يمكن صاروخ. قامت تخاف وتقول أنا شو أسوي وما أريد ملكة جمال، وراحت ونزلت. هاي من الأشياء اللي حلمة ما أنساها أبدا. فعلا هي ذكريات جدا جميلة وما ممكن تنتهي. بغداد بعدها بخير، وإن شاء الله ما نسمع بعد أي صوت لأي انفجار. آمين إن شاء الله بلا شك. آخر سؤال، إذا ما كنت أحد الفائزات سواء وصيفة أو ملكة جمال، بصراحة يعني شنو الشعور اللي راودش؟ بالإضافة هل يا ترى إن شاء الله السنة القادمة راح تشاركي؟ أكيد راح أضوج. عمري 27 سنة، ما راح أقدر أشارك سنة الله. تعبت على نفسي، اشتغلت على نفسي، إعلامية ومحامية بنفس الوقت، وأشتغل بشركة، فيعني أشوف نفسي متأهلة لهذا الشيء، وما راح يكون عندي فرصة السنة الثانية، فإن شاء الله أقدر أقدم اللي أقدر أقدمه هالسنة، واللي تفوز أقول لها ألف مبروك. ما نسبق الأحداث، وأكيد نترك القرار للجنة التحكيم يلي هم أكثر دراية بأي قرار راح يقومون باتخاذه، وأكيد قرارهم راح يكون صائب. شكراً سيما، شكراً.